يسأل ويقول: يوجد تجار يشترون قمحا بسعر كيلو غرام 7 ليرات، وقبل أن يبذر الفلاح قمحة لكن سعره 11 ليرة سورية تسعيرة رسمية. وعندما يحصد الفلاح القمح ويبيع القمح، يقوم التاجر بالاستلام من الفلاح بسعر ما باع الفلاح نقود وليس قمحا. هل هذا حرام أم حلال؟ يوجد تجار يشترون قمحا بسعر كيلو الغرام 7 ليرات، وقبل أن يبذر الفلاح قمحة لكن سعره 11 ليرة سورية تسعيرة رسمية. وعندما يحصد الفلاح القمح ويبيع القمح، يقوم التاجر بالاستلام من الفلاح بسعر ما باع الفلاح نقود وليس قمح. هل هذا حرام أم حلال؟ سؤال غير واضح. هل معناه أن التاجر يدفع البذر للفلاح بقيمة محددة ذاك الوقت، ثم عندما يحصد الفلاح زرعه يستوفي منه هذه القيمة تكون مؤجلة ويستوفيها منه بعد الحصاد؟ هذا أمر لا غبار عليه، أمر صحيح أن يشتري الفلاح الحبوب من التاجر بثمن مؤجل يستوفي هذا الثمن عند الحصاد وعند حصول الغلة، هذا بيع مؤجل لا بأس به، سواء كان قليلا كانت القيمة قليلة أو كثيرة حسب ما يصطلحون عليه. إن كان هذا هو المقصود فلا بأس به. أما إن كان المعنى أن التاجر يدفع النقود إلى الفلاح ببر أو بحبوب مؤجلة، يكون هذا من السلم، من دين السلم. وإذا حل الحصاد وحصلت الحبوب، فإن الواجب أن يستلم التاجر الحبوب ولا يستلم قيمتها من الفلاح، يستلم الحبوب التي أسلم فيها وأسلف فيها.